مبسوط طبعا ان معاكم النهارده الحقيقه، ويمكن بيفكرني دايما الايام الحلوه والله بجد. عشنا ايام كانت فيها بطولات، وكان فيها يعني لما مع شويه استقرار تحس ان هي كانت بتنعكس بسرعه على حقيقي الفريق. خلينا نبدا مع كابتن حسام عبد المنعم. يا حسام اولا طبعا انت وحشني جدا، حبيبي الله. وبقالي فتره مش شايفك. وبعدين انا بقى كل شويه اقول المدافع الهداف، المدافع الهداف. وبعدين لما حبيبي نيجي نفتكر حسام عبد المنعم اشتغل ايه او لعب ايه، تلاقيه لعب في كذا مركز، جوكر، هداف، بيدافع، نص الملعب، فكوكتيل كتير جدا. هو نورنا حسام طبعا. انا مبسوط طبعا ان انا موجود معاك ابو العيله. جيل جميل وفتره كانت جميله جدا الحقيقه في نادي الزمالك. كمان الهداف وليد احسن لاعب في افريقيا، ودي الايام ديت او السنين اللي احنا عشناها مع بعض اعتقد كانت ايام جميله وسنين جميله جدا من بطولات، وكنا قريبين من بعض وبنخاف على بعض وبنحب بعضينا وبنحب الكيان اللي احنا بننتمي ليه. كل واحد فينا اعتقد كان جاي، حتى لو هيقعد سنه هيقعد سنتين، كان عايز ياخد بطوله وعايز اي بطوله، لان نادي الزمالك صرح كبير واسم كبير. كون ان انت تنتمي لهذه المنظومه او النادي ده فانت بتشارك في كل البطولات، المفروض انت كمان بتنافس على البطولات دي كمان. فاحنا الفتره اللي احنا نافسنا فيها على البطولات اعتقد خدنا فيها بطولات كتيره قوي الفتره ديت. ده اللي انا بحاول برضو كمان اقوله للاعيبه. الحاجه الثانيه وده اللي احنا او اللي بيعتمد عليه المدربين بقالهم فتره كذا سنه، يعني حته اللاعب اللي هو الجوكر اللي يعرف يلعب لك في اكتر من مكان، ودي مهمه جدا. احنا عدينا المرحله ديت ان كان عندك الملكه اللي انت تشتغل عليها. يعني انا راجل ستوبر ولعبت ليبرو بس عندك الكره الحلوه اللي تعرف تشتغل من خلالها، فانت سبقت جيلك او سبقت الزمن شويه بحته ان انت تشتغل من الحته اللي تحت، ويبقى في مشاركه ومساعده لوسط الملعب المدافع وسط الملعب الهجومي بالكامل يعني. فدي كانت مهمه بالنسبه لنا مع تطوير شغلك انت مع المدربين كمان اللي كانوا متواجدين، اللي بداوا يطوروا من حسام في الحته ديت. انت كمان عايز الحته ديت فيك لان انت لعيب كوره كويس، ويعني عندك الامكانيات، عندك الامكانيات وعندك التركيز والاساسيات بتاعتك، فاشتغلنا عليها الحمد لله. يمكن مع كابتن محمود الجوهري رحمه الله عليه، يمكن انا طبعا اشتغلت وسط ملعب مدافع، لعبت مهاجم كمان جنب كابتن حسام حسن في من ضمن المباريات. لا 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 يا حسام بقى، والله لا بجد والله، لا مش الدرجات دي يا هو حسام بقى يعني. يعني ماتش ايه ده؟ لا لا ماتش ايه؟ لعبت قبل بطوله القارات في المكسيك، اللي احنا كنا في المكسيك، لعبت في دوره في كوريا، لعبت حربة. راس حربه في ظهر الكابتن حسام حسن. طب تصدق ابو العلا هتصدقها بالاهداف اللي انا جبتها بالكوره اللي موجوده. فلا هو كان احنا قاعدين في المحاضره ابو العلا وليد، فانا كان بيلعبني في نص الملعب طبعا كتير قوي. فاحنا قاعدين في المحاضره بنلعب دوره في كوريا قبل بطوله القارات اللي كانت في المكسيك، فمن ضمن المباريات بنلعب المكسيك اللي هتتنظم البطوله. فاحنا قاعدين في المحاضره، فقال الاستوبرات والديفنس اللي ورا، فطبعا سكمونا وعبد الظاهر ومدحت وهاني ومجموعه رمزي. وهاني رمزي ومجموعه، ما لقيتش نفسي في خلاص، فقلت لا اريح ظهرك اريح شويه. لا ريحت شويه مش قوي يعني، فقلت يمكن وسط الملعب يعني. انا كان دايما عندي الشغف ان انا العب يعني، فلقيت نص الملعب لقيت هادي خشبه بقى وهاني رمزي خلاص انا كده مش موجود. فلقيته حاطط الكابتن حسام حسن مهاجم وانا وراه ده بدا بيك جنبه. لا بدا بيك، بدا بيا. لا استنى فاكر مثلا ممكن تغييره مضطر يعني فاضطريت تلعب. لا ده انا لسه عايز اريح يابو بقى، خلاص بقى خلاص بقى انا على البنج بره. حسام مين؟ كله بيبص لي، محمد يوسف يبص لي وعماره يبص لي وابراهيم حسن، ايه ده انت هتلعب ايه؟ حتى اللعيبه يا عم انت بتلعب ايه؟ وحازم امام كله قال لي في ايه يا عم؟ فقال لي لا انت تبدا مع حسام. الكرات العرضيه انت خش شارك يعني، هو ياخد القريبه انت تاخد البعيده، هو ياخد البعيده انت تاخد القريبه، تشارك معاه بس ما تبقاش جنبه. لو هيضغط انت هو يضغط من قدام وانت تحتيه. بتاع بيسموه الوقت شادو سترايكر. بالظبط. فتخيل لما يوصل انت توصل لمدرب ان هو يلعبك في المكان ده، ده ملكه منك عندك انت مع ثقه المدرب الفني فيك انت كمان. فدي كانت بس ادي الجوكر يعني. لا بس خلي هو ده الجوكر يعني. خلينا نتكلم طبعا احنا عشره، حسام كورته حلوه طبعا يعني، هو كان من الناس اللي هي ايه، مش اللي هو مثلا مدافع في ال 18 هيشتت ويعمل، لا يستلم ويقطع ويقطع وسريع بكوره وهيدرز وسريع وبيلعب بدماغه. لا يعني مدافع اللي هو مش زي مثلا اللي هو الديفندر اللي حافظينه سته اللي هو بيقطع ويسلم. بالزبط. لا ده مساك كده كمان هداف. عايز اقول لك حاجه ولش، كان زمان اللي اتعلمناه ان المدافع ده يطلع بس. فاحنا بدانا بفكرنا احنا لا انا طب ليه، طب ما حتى بوصلها بنقلها كمان للعيبه عندي، طب ليه، طب ما انا اقطع الكوره يبقى اقطع باصه،
يبقى انا عملت شغلانتين في شغلانه واحده. ان انا قطعت الكوره اذا كان بدماغي او برجليا وفي نفس الوقت احطها لابو العيلة احطها الوليد، يبقى القطعه يبقى انا محضر انا هقطع احطها لمين، يبقى القطعه باصه. فدي كانت لعيب ده ده اللعيب. فانا كنت دايما ابقى قبل ما الكره ما تيجي وانا خلاص العبها بدماغي او بالصدر او حاجه هشوف هلعبها لمين، مين اللي ممكن احط له من لمسه واحده، حتى لو هطلعها مره واحده برضو لما اجي اطلعها هطلعها على الخط لمين، على الطرف لمين. الحاجه الثانيه انت برضو حته ان انت تلعب كوره والحته ديت، فكان عندي الحته ان انا ازيد يعني حتى جون الكاس. طب احكي لنا حسام معلش، احكي لنا ماتش الرجاء هناك. احنا احنا الثلاثه جرينا جري. لا وبعدين بقول لك ايه، جري غير طبيعي. هو بيتكلم على شادو سترايكر فرد، هو لعب هناك مكان حازم امام بيلعب. لا يعني هو في فكر برضو حازم امام رقم 10 طبعا، فانت بتلعب واحد بس بمواصفات ثانيه. لا يا ابو ماتش الرجاء، ماتش الرجاء ما انا هقول لك اللي حصل. بس يا ابو بقول لك احنا الثلاثه بس عشان الناس تبقى عارفه. اه بالظبط، احنا جرينا جري غير طبيعي. انا كنت بلعب انا وانت وتامر، وحسام كان ورا تامر. انا كنت ورا تامر، انا ما بين تامر وما بين مدحت وبشير اللي هو بتزقنا لقدام شويه. اه الراجل جه قال لي ايه، ملعب غرقان ميه. كان كبرال ساعتها، كبرال وكنت واخد حاجه محترمه. ضربنا برضه ملعب ضربنا قبل الماتش. لا طبعا ملعب غرقان ميه والدنيا بايظه واحله ومطر وسيول. خلي بالك هم اللي عملوه، هم اللي بوظوه. ايوه الجو كان كويس. فلقيت الراجل راح جايبني قبل الماتش كبرال وكابتن محمود سعد، قال لي بص احنا كنا هنلعب وحازم امام هيبقى موجود. بلاي ميكر حازم امام، لعيب كوره مهاري في الوحل ده. ففي الوحل ده احنا عمرنا ما هنلعب كوره على الارض فعلا. فانت تريح دماغنا، احنا كوراتها هتبقى عاليه، احنا عايزين نطلع بالتعادل. جبنا جون جبنا، ما جبناش انا يهمني انت فاضي. ايوه في نص الملعب جنب تامر وانا وابو العلا، انت تحتيهم ووليد، كل اللي هتعمله كرات الطايره دي كلها انت مش ماسك حد، انت تطلع لي كل الحاجات دي. المهم ربنا كرمنا وتعادلنا 0-0 وعملنا المهمه بنجاح. كان وائل قباني، كان وائل وبشير ومدحت وبشير ادي ثلاثه وقدامهم حسام وتامر وحسام وتامر حميد وانا وانا وكان كان جمال حمده ولا حسام؟ حسام حسن، كان حسام حسن. ابراهيم حسن يمين، صح حسن يمين، وكان شمال طارق السيد. فلما جينا هنا بقى المباراه بعد اسبوع راح جايبني تاني، قال لي بقول لك ايه، احنا خلاص كده خدنا اللي احنا عايزينه هناك وتمام التمام، انت هتقعد احتياطي وحازم ايه هيلعب في كنا في الصدق غيره طبعا. فدي الميزه برضو في حته ان المدير الفني ابو العيله ان هو يعني مديك الثقه، فانت تخيل بتبقى قاعد حتى وانت بنفس راضيه جدا. ربنا كرمنا وتامر ابو حميد جاب الجول. حازم امام عشان راجل يحفظ الحته دي، راح حازم امام راح مخرج حازم امام اخر ربع ساعه وراح منزلني تقفل تاني فانا لا هو الماتش ده حصل في ايه، حازم بدا وانا بدا انا كنت بلعب 10 بقى البطوله دي كلها. ايوه رحت لعب فيرود بقى بالظبط وبعد كده راح مطلع حازم ورجعني شويه ونزل حسين. لا انت بقى تحت فيرود وحسين بقى بقى ديفندرز. انا نزلت ديفندر بقى عشان يقفل الحته ديت ومطلع حازم عشان يقلل الحته الهجوميه. الربع ساعة ولا تلت ساعة اللي انا لعبتهم ابو العلا، انا اتفرجت على الماتش يعني ممكن اكون ناسيه شوية من فترة طويلة، فبتفرج عليه من فترة لقيته كامل. ده انا ضيعت كام كرة قدام، يعني انا نازل ادافع ضيعت كورتين ثلاثة مثلا مؤثرين وطلعت كورتين من ورا. فواحد صاحبي قال لي انت وانت كنت بتلعب ايه؟ هو الراجل ده كان نزل، قلت له الراجل منزلني ديفندر، ايه ده اللي انا كنت بعمله ده؟ فما خدتش بالي فعلا من الماتش، ده انا رحت بكذا كوره كتير بس بقول لك ايه، كانت حته فرقه مين حتى مين يقعد مين ينزل بالظبط، ودي مهمه جدا يا ابو فرقة ان مين يقعد مين يلعب. بس المهم ان احنا بنخاف على بعضينا صح، احنا بنلعب تحت كيان يعني كبير واحنا كنا عايزين نعمل حاجه. مين العين اللي جابتك يا حسام من شرقيه للزمالك؟ هو المفروض ان مستر كرول، لان انا شافك في جابوا له كنت بلعب منتخب اولمبي وانا في الشريط دخان فعارفك فعارفني فانا بلعب مع الشريط دخان ماتشات الترقي، فهو جه اتفرج وكان سيد معوض كان بالصدفه بيتفرج، والكابتن عماد المندوه حتى كابتن عماد المندوه مدرب حراس قال لي هو كان جاي يتفرج على مهاجم لقاك. مين سيد معوض؟ سيد معوض مين؟ سيد معوض باك ليفت؟ باك ليفت كان بيتفرج على ايه؟ لانه كان موجود معاه هناك، لان كرول كان ماسك المنتخب الاولمبي وسيد معوض انضم معانا المنتخب الاولمبي فكان بيتفرج على المباريات. لا يمكن صغير، سيد معوض اصغر بكتير، لاعب معانا. لا 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 يمكن اصغر بكتير. يبقى هقول لك سوري يبقى محمد عماره. عمارة طبعا محمد عماره صح، كان بيتفرج. محمد عماره كان معانا في المنتخب الاولمبي، يعني كان معايا احمد سامي وهشام حنفي ومصطفى كمان وتامر باجاتو، زمالك كان مدحت وسامه نبيه، احمد عبد الله، معتمد جمال، حازم جمال، وحازم
صبري المجموعه صبري. دي ايمن الجمل يعني غريب حافظ المجموعه دي، فكان بيتفرج على المباريات فبيقول له عماره هو مش ده حسام اللي كان موجود معانا في منتخب الاولمبي من سنتين ثلاثه؟ قال له اه. فقال له لا 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 احنا مش هناخد مش عايزين مهاجم. فراح مكلم الكابتن عماد مندوب قال له لا احنا هنخلص في حسام بدل مهاجم احنا عايزينه. فربنا كرم وليد. مين العين اللي جابتك نادي الزمالك؟ انا عارف انت كنت في منتخب مصر ناشئين وكانت حلمي طولان وكانت قصه كبيره طبعا. كان كابتن حلمي طبعا في كابتن حلمي يعني هو اللي مربيك؟ هو اللي مربيني يعني. فهو كانت المنتخبات كلها ف حتى كنا في كنا في معسكر منتخب وانا لسه في المنصوره على فكره، وكان في ماتش اعتزال ما اعرفش حد في الزمالك يعني في سنه كام وانا ممكن افتكر كان الماتش فين؟ في النادي يبقى معتمد الجمال حاجه كده غالبا معتمد الجمال او ماتش ودي مش عارف. ما رحت لعبت يعني وانا في المنصوره اصلا رحت لعبت بس كان في حب يعني كان في فكان اوتوفيستر المدرب مدير الفني فحصل بقى تمام.